كل صورة تحمل في طياتها رواية، رواية تحكي واقع الإنسان وتوثق حياة الشعوب. وعندما نرى صورة عشنا في عصرها تعود بنا الذاكرة للوراء لسنين طويلة، فنتذكر حقبة زمنية من العمر مفعمة بالحياة، حبلى بالمودة والطيب، مؤطرة بالتواضع والكبرياء. وكأن بهذه الصور البسيطة المطبوعة على ورق قد أصبحت شريطاً سينمائياً طويل المدة، مليئاً بالأحداث ودقيقاً بتفاصيلها، ليخلق رؤية واضحة لماض جميل. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع صورة من الصور الجديدة القديمة، ونبتدي اليوم في صورة تمثل العرضات في الكويت. والعرضات هذه كانت تقام في 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 مناسبات مثل الأعياد أو الأعياد الوطنية أو الأعياد الدينية، هذه كانت تقام فيها العرضات، وكانت تقام في الساحات المفتوحة بين البيوت، سواء مثلا داخل سور الكويت او في الخارج في القرى اللي كانت موجوده مثل الجهره والفحيحيل والقرى الثانيه، كانت تقام فيها العرضات بشكل دوري، يعني في فتره الاعياد. فطبعا العرضه هذه يستعمل فيها السيف، وتحس ان يعني العرضه هذه رقصه رجوليه ورقصة يعني تمثل الحرب وتمثل القوة لدى الشعب اللي يقومون في هذه. ونشوف في الصورة هذه الشيخ عبد الله الجابر الصباح يتصدر العرضة في رقصة بالسيف مع الموجودين معاه من الرجال اللي موجودين وياه واللي يربصون العرضة في أحد الأعياد اللي مرت على الكويت في ذاك الوقت. ونشوف شيخ عبد الله الجابر طبعا المعروف عنه والمشهور أنه يعني رجل اجتماعي من الطراز الأول، ودائما دائما حاضر في جميع المناسبات. ونشوفه في صورة واضحة وصورة جميلة وهو يعرض مع العرضة في منطقة الفنطاس. صورتنا هذه تمثل صبيان الفريج بعام 1964، في صيف عام 1964، خلال فترة العطلة الصيفية دائما الشباب كانوا يتجمعون عند البقالات في الفريج، ودائما يقعدون على الصناديق البارد ويقعدون عند البقالات، ويصير عاد سواء لب كوت او سوالف او مثلا يعني اللعبات اللي كانت مشهوره في ذاك الوقت. وهذه الصوره اثناء ما هم قاعدين الشباب التقطوا هذه الصوره التذكاريه، وهم كلهم في من اهل شرق، منطقه شرق، في احدى البقالات اللي كانت في منطقة شرق، التقطوا هذه الصورة الجميلة والتذكارية. وهم لما نشوف من اليمين الجالسين عبد الحميد شهاب ومحمد النجار وحسن الصابري ومحمد بوقماز، وفي الصف الثالث جعفر وحامد يوسف الفهد عبد الله الماجد وحسين بو اسكندر. وهذه الصورة مؤرخة الحقيقة، ومكتوب وراها إن هي كانت في 18/8/1964. الصورة هذه تمثل معهد المعلمين. معهد المعلمين طبعا معروف، افتتح في أوائل الستينات، ويعني تخرجوا منه يمكن الآلاف من المدرسين
اللي يعني كانوا اللبنة الأولى في من المدرسين الكويتيين اللي ساهموا في النهضة التعليمية في الكويت. والحقيقة هذا المعهد كان يقع في مدرسة صلاح الدين اللي في المرقاب، اللي مكان الحين مكان تأمينات اجتماعية، مبنى التأمينات الاجتماعية. هذا كان مكانه في منطقة المرقاب في مدرسة كانت في السابق مدرسة متوسطة اسمها صلاح الدين، بعدين تحولت المدرسة هذه إلى معهد المعلمين. وفي الصورة هذه نشوف خمسة من الطلبة اللي طلبة معهد المعلمين في الزي الرسمي مالهم قاعدين في الفرصة. والحقيقة طبعا كشباب هم محتاجين أنهم يأكلون، ونشوفهم كلهم ماسكين السندويشات والبارد قاعدين يتريقون مثل ما نقول خلال فترة الفرصة. وهذه الصورة أخذت في العام الدراسي 68-69. ونشوف من اليمين طالب عبد الوهاب الحسينان وسليمان محمد عبد الله الجار الله ويوسف عبد الله العيسى البالول ومحمد كرم الشطي. ومثل ما قلت لكم هذه في العام الدراسي 68-69. نختم اليوم حلقتنا في هالصورة الجميلة التذكارية النادرة الحقيقة لمطار الكويت. مطار الكويت طبعا احنا يعني عارفين انه كان في منطقة النزهة، النزهة والضاحية والمنطقة هذه كانت مطار الكويت. فطبعا المطار يعني كان بسيط جدا، كانت مباني قديمة مبنية من الطابوق ومن اللبن، ويعني بسيط جدا. والمهبط الطائرات كان يعني ما يستحمل الطائرات القديمة ذات المحركات. ويعني التسهيلات اللي فيه كانت بسيطة جدا، لكن كان كبداية ممتازة الحقيقة. لما افتتح في عام 1927 لأول مرة، طبعا كان مهبط طائرات تهبط فيه الطائرات الصغيرة والبسيطة جدا اللي كانت يعني تبعثها القوات البريطانية إلى مثلا البوارج أو إلى القوات الموجودة في الكويت في ذاك الوقت. بنوا لها مهبط، والمهبط هذا صار نواة لمطار الكويت اللي افتتح في بعد أن يعني أنشئت الخطوط الجوية الكويتية، وافتتحت أولى طائراتها وأولى رحلاتها في عام 1954. وهالصورة هذه اللي نشوفها الحين أخذت في عام 1954، وهي تمثل إحدى الطائرات القديمة ذات المحركات خلال هبوطها إلى مدرج المطار. ونشوف على الجانب الشبرة أو الهنجر مثل ما يسمونها اللي تدخل فيها الطائرات للتصليح موجودة في المطار. ونشوف يعني المطار نفسه هذا تراب ورملي، و يعني ما يمثل مطار، لكن مثل ما قلت قبل شوية أنا نواة لمطار إن شاء الله يطلع من أحسن مطارات العالم إن شاء الله. هذا ما عندنا اليوم، وشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية.